وعندنا بقى بما اننا بنتكلم عن كباتن النادي الاهلي، هيبقى ان شاء الله معانا تقرير لازم نقلب في صفحات النادي الاهلي عن نماذج اسطوريه مهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي. الحقيقه حبينا نبتدي مع الكابتن احمد مكاوي. الكابتن احمد مكاوي مش بس محقق 20 بطوله في حوالي 11 موسم، لا، الكابتن احمد مكاوي كان له دور مؤثر جدا في مباريات القمه، مسجل 11 هدف في نادي الزمالك في 10 مباريات. الكابتن احمد مكاوي يعني بدايه تهديفه في نادي الزمالك بهدف نقدر نفكركم بيه، وكان الهدف ده كوبي بيست على مدار التاريخ، هدف فاكرين هدف كابتن طاهر ابو زيد لما ارتد من صدر حسين السيد، والكابتن ايمن شوقي سجل هدف في الدقيقه 92. تخيلوا الهدف ده كان اول اهداف او وصف الاول اهداف الكابتن احمد مكاوي هداف كاس مصر التاريخي في مرمى الزمالك. وللعلم برضه اتكرر الهدف ده ولكن من ابو جبل لعلي معلول في مباراه دوري 2018-2019، فهو واضح كده ان هو اهداف على شاكله النادي الاهلي في مرمى الزمالك. نطلع نشوف تقرير عن احد اساطير واللاعبين المميزين في تاريخ النادي الاهلي، الكابتن احمد مكاوي. الهداف التاريخي ورجل المباريات الكبرى وصاحب الريادة الذي توارى قليلا بين ملفات أساطير الأهلي، لكن بصمته جعلته حاضرا في المواعيد الكبرى، صاحب أرقام قياسية، عصي على النسيان. في مشوار بحثك في تاريخ الكرة المصرية لابد أن يصادفك اسم أحمد نبيه مكاوي أو مكي كما كان يحلو للجماهير أن تهتف باسمه، اسم ارتبط ببصمات عدة، بصمة الأول الأكثر والأهم. بصمة الأول عندما ارتبط مكاوي بالذكريات الأولى لجماهير الأهلي مع البطولة المحلية الأهم وهي الدوري، فقد كان صاحب الهدف الأول للأهلي في تاريخ الدوري عندما سجل في مرمى يونان السكندري، وهو أيضاً صاحب أول أهداف مباريات القمة في الدوري أمام الزمالك أو فاروق وقتها. بصمة الأكثر في بطولة أخرى هي الأعرق في تاريخ الكرة المصرية، كأس مصر، كهداف تاريخي للبطولة ب35 هدفاً، رقم قياسي عصي على الكسر منذ اعتزال مكاوي في خمسينيات القرن الماضي. بصمة الأهم، فقيمة الهداف أحمد مكاوي ظهرت في قدرته على الحضور الدائم في المباريات الكبرى وجعلته يحجز مكانه في قائمة الهدافين التاريخيين لأقدم دربيات الكرة المصرية، حيث استطاع تسجيل 11 هدفا في مرمى الزمالك في 10 مباريات مختلفة، وساهمت أهدافه في فوز الأهلي في 7 منها وتعادله في 3، ولم يهزم في أي مباراة سجل فيها مكاوي. كذلك حجز مكانه في صدارة هدافي لقاءات الأهلي والإسماعيلي ب10 أهداف لا يشاركه فيها إلا أسطورة الأهلي صالح سليم. ومع منتخب مصر كان أحد اللاعبين الذين سجلوا حضورهم في البطولات الكبرى عندما سجل في أولمبياد هلسنكي 52 في فوز مصر على تشيلي في مشاركته الأولمبية الثانية بعد لندن 48. مسيرة طويلة اضطر لختامها بعد حادث سير بدراجة نارية بعد أن حمل الرقم 13 بينما انتشرفوا بحمل قيادة شارة الأهلي. يمكن كابتن أحمد مكاوي لما حبيت في عمل خاص اختار ثلاثة أسامة أتكلم عنهم بعيدا طبعا عن أساطيرنا اللي أكيد كلنا بنتداولهم، كان من ضمنهم توتو وكابتن أحمد مكاوي، لأن كابتن أحمد مكاوي زي ما التقرير سرد فعلا من الناس اللي ما خدتش حقها، وأنا بعني ده تماما بعد مختار التتش وبعد محمد أبو تريكة هو ثالث هداف للقمة، ال11 هدف اللي سجلهم كابتن أحمد مكاوي كان بيتمتع بمهارة ربما قلائل اللي مروا عليه مصر بالمستوى ده والمهارة دي.
ولكن كابتن أحمد مكاوي له وقعة أنا دايما بحب اللي بيغير الشيء السلبي يسيب بصمة تفسد فرحة الآخرين أو انتصارهم الزائف وتحول مجرى التاريخ. كابتن أحمد مكاوي عمل ده في بطولة 42 بطولة الدوري، كان النادي الزمالك فاز في يناير بنتيجة 6-0 في يناير. جاء الدور الثاني ودخل الفريقين المباراة بالظبط في مارس، وكان الزمالك متعادل في النقاط مع الأهلي برصيد 14 نقطة، ولكن السداسية دي ساهمت ان هو يكون فارق بالأهداف. النادي الأهلي محتاج الفوز، اذا بكابتن احمد مكاوي يقدم مباراة في الوصف ليها تكاد تكون من اروع المباريات اللي قدمها اي مهاجم للنادي الأهلي. كابتن احمد مكاوي عمل كل حاجة تتخيلها في كرة القدم، وقدر النادي الأهلي يفوز 3-1، وده يساهم ان 6-0 ما غيرتش مسار البطوله، والنادي الاهلي بقياده احمد مكاوي والفوز 3-1 والهدفين اللي سجلهم ينتهي بيه بطلا للدوري في هذا الموسم. المجد، كل المجد لامثال كابتن احمد مكاوي من صاروا دوري القاهره، بس عشان على دوري القاهره من صاروا على درب المنتمين. كابتن احمد مكاوي مش هننساك، واساطير النادي الاهلي دايما هتكون معانا في الاهلي خط احمر. نشوفكم بعد الفاصل.